طب واذا زعجك حدا شو بتعمل؟ منغني لهم؟ منغني لهم. منغني؟ منغني لهم. شو منقول لهم؟ منغني لهم. منغني؟ منغني. اذا زعجك شيله، اذا زعجك بيعه، اذا زعجك شوطه، اذا زعجك شيله. روح عصام افتح لك. من أنا وصغير بيقولوا الحل قريب كتير، مهم نضل وصرنا نكبر مع هالأيام، وصرنا نتغير شي تمام، صرنا نتغير، صرنا نختير وبعدنا مننهان. مع إنه من المفروض الواحد يتقدم لقدام. طيب ليه اللي بيعرفوا انه غسان، ليه اللي بيعرفوا انه كل اغاني الاطفال المعروفين عمي ابو مسعود طلع الضوء على لواوي كلهم عندهم سيارات، انت مغنيهم انت وخيك جاد، وهن من الحان وكتابه والحان الياسر رحباني. قد ايه اليوم مهمين هول الاغاني بطفولتنا؟ يعني شو قد ايه اليوم هول بيشكلوا لك شو بعرفني؟ هلا نحن لما بال 76 هو من اليوم 76 كان انا عمري شيء 15 11 11 11. وجاد كان اصغر مني 8 يعني 4 سنين فيه. ايه بقى لما البابا قالنا علمنا اياهم بالبيت، كنا بكفيه علمناهم على البيانو، قالنا بدكم تنزلوا تسجلون، ونحن نزلنا نتعذب، ما قلنا جلاده بدنا نلعب بالبيسكليت، نزلنا حطينا يعني جاد في غنيه جاد كوبلي حطيته تراث لمية سنه. ما عم اقول لك الياس حطه مش نحن، بس نحن كان نفوت يعني في غنيه مثلا كلهم عندهم سيارات وجدي عنده حمار، جاد بغني الكوبليات واثنين بنقول الرفران، برجع عمي ابو مسعود انا قلت الكوبليه واثنيننا بالرفران، يعني عملنا ستة وستة مكرر لسه. واو واو. يعني انا وحده كوبليات ورفران وجد قال ياسر رحباني هذا بقى. وانا اكثر وحده كنت تلاقيها غريبه هي البطه بتعمل، البطه بتعمل البيسي بتعمل، لانه اصوات كان عم بقلد انتبه بالسنتسايزر بعد ما كان في بوقتها، يعني حط مثلا هو عملها قصدا تفرجي انه هو جاب الكيبورد هذا الكيبورد كل لبنان عايش عليه، جابه لياسر رحباني ب 73 هذا الكيبورد، كان في اصوات بدائيه للبسيني والكلب والكذا، صار بده الياس يستعملهم. يعني قال البطه بتعمل عمل صوت كيف انت بتسمعها بالقلب، اسمعها على اليوتيوب. البطه بتعمل كواك كواك، البيسي بتعمل مياو مياو، البوبي بيعمل عو، لما بيكونوا نايمين بوعى بهالليل، انه كيف. فهودي الاغاني يعني يلا نعمر يا اصحابي، كنت انا وجاد بالرفران. جاد غنى عيدك يا ماما، عيدك يا ماما عيد الايات، هذا جاد جاء وانا بالرفران انا وياه. عمي ابو مسعود هذا انت؟ ايه هذا. شو تروق اليوم مبحوح على طول، لان كنت صرخ كل الوقت انا عم بلعب انا واصحابي. ما انا كان يقول لي بيي انت بتحكي، انت عم تتنفس وانت عم تاخذ نفس بتحكي. ايه ما في شو بيخلص نفسك انت عم تحكي. لا حتى انا عم بتنفس ما بروح ولا ثانيه. عشان هيك طلع لي بوليب وقطع اوتاري، ما عاد في غني، سكتوني سنه، تصور انا سكت سنه. يا لطيف.